هل يجوز الفرح بهلاك الظالمين؟ كثير من الناس يعتبرون أن الفرح بهلاك ظالم نوع من الشماتة، وأن الميت إنما تجوز عليه الرحمة، وأنه لا يجوز أن نذكره بسوء أو نشمت به أو نفرح لموته مهما كانت أفعاله في الدنيا. ويحتجون في ذلك بحديث اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وهذا الحديث قال عنه أبو عيسى الترمذي حديث غريب، وقال عنه الألباني حديث ضعيف. والحقيقة أن هناك خيطا رفيعا بين الشماتة في المسلم والفرح بهلاك ظالم أو طاغية أو فاسق أو متجبر. فقد نهينا عن الشماتة وأمرنا بالاستعاذة منها، ولكننا لم ننهى عن الفرح بهلاك ظالم أو طاغية أو فاسق أو متجبر. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقيل لأيوب عليه السلام: أي شيء من بلائك كان أشد عليك؟ قال: شماتة الأعداء. قال الله تعالى: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال عبد الله بن أبي عتبة: كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الأعداء. مما تقدم نفهم أنه لا شماتة في موت عبد من عباد الله الذين يفعلون الحسنات ويرتكبون السيئات مثل باقي البشر. أما الطغاة والمتجبرون الذين ملأوا الأرض ظلما وأذلوا عباد الله واستباحوهم وجعلوا أيامهم على الأرض شقاء وكدحا ونال أذاهم القاصي والداني، فالفرح في موتهم إنما هو في حقيقته تقرب إلى الله عز وجل بالاعتراف بقدرته جل شأنه على تحقيق وعيده بالقصاص من الظالمين. وأقول لمن يعترض على إظهار الشماتة بالظالمين: أين هؤلاء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحال سلفنا الصالح من الفرح بهلاك الظالمين بل والسجود لله شكرا على هلاكهم؟ عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن يستريح من نصيب الدنيا وأداها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري. في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الفاجر حين يموت يكفي العباد شره ويريحهم من فجوره وغطرسته، بل حتى الشجر والدواب يستريحون منه. وفيه عظيم دلالة على أن هذه الراحة نعمة من نعم الله الجليل التي لا بد من شكرها، وأول أبواب شكرها الفرح بها.